لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك أو سبسكرايب ونفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير لصحابكم علشان الكل يستفيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس للكل علشان يوصلك كل جديد. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تدعميني بلايك. عايزة اقول لكم على حاجة. انا طبعا من طبيعتي بحب اجرب كل حاجة، وعندي ايمان قوي اني اي حاجة من مطبخي بيكون ليها فوائد. وطبعا انا اي وصفة بقدمها لكم بتكون عن تجربتي انا الشخصية، يعني اي حاجة بقدمها لكم بكون مجرباها انا شخصيا عليا علشان اكون واثقة منها 1000000% قبل ما اقدمها لكم. طبعا انا كنت قاعدة عادي جدا بشرب كوباية شاي. طبعا انا كنت سمعت اني الشاي اللي هو الليبتون او العروسة العادي اللي احنا بنشربه، كنت سمعت ان هو ليه فوائد للبشرة، بس عمري لا استخدمته في وصفات ولا جربته على نفسي خالص. فقعدت كنت شربت كوباية الشاي بتاعتي، طقت في دماغي، وانا لما بتطق حاجة في دماغي بعملها على طول. قمت بعد ما خلصت كوباية الشاي بتاعتي وشربتها، رحت جبت علبة معلقة من الزبادي، قلت طيب ما اجرب ماسك الشاي، وقلت لو هو مش هيضر، يعني مش هيفيدني بشيء مش هيضرني بشيء. فانا طبيعتي بحب اجرب كل حاجة ومتسرعة وبحب ان انا اجرب كل حاجة. فجبت معلقة من الزبادي، كان عندي زبادي، جبت معلقة من الزبادي، وجبت بعد ما خلصت كوباية الشاي واللي اتبقى من كوباية الشاي زي ما انتم شايفين التفل بتاع الشاي، حطيته على الزبادي، معلقة من الزبادي، وقعدت اقلب كويس. مجنونة ومتسرعة، شايفين التسرع والجنان؟ خليكم معايا بس اقول لكم ايه الصدمة اللي اتصدمت بيها. قلبتهم كويس قوي قوي، قعدت اقلب كتير لحد ما الشاي اللي اتفضل من الشاي مع الزبادي يكونوا متجانسين مع بعض، وقعدت اقلب كويس. بعد ما قلبتهم كويس زي ما انتم شايفين، انا حبيت وخلاص قررت ان انا اجرب الوصفة ديت او الماسك الغريب ده على بشرتي واشوف هيعمل معايا ايه. بعد ما قلبتهم اخدت الزبادي مع الشاي زي ما انت اخدته كده، وقعدت ادهنه بشكل دائري كده، واقعد افرك 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 على بشرتي كده اهو بشكل دائري، وقعدت ادلك تدليك تدليك. قعدت اعمل الحركة دي حوالي دقيقتين كده، وحطيته في كل حتة في وشي زي ما انتم شايفين كده. بعد ما حطيته على وشي بالطريقة دي على كل مكان في وشي، سبته ربع ساعة. بعد ما سبته ربع ساعة غسلت وشي بالمية الساقعة. هنا بقى الصدمة اللي اتصدمت بيها بعد ما جربت واتجننت وعملت الماسك الغريب ده اللي ما كانش بيخطر على بال حد وخطر على بالي كده فجأة. بعد ما غسلت وشي والله العظيم اتفاجئت بحاجات غريبة جدا حصلت في وشي بعد الماسك ده. اول حاجة طبعا انتم عارفين اليومين بتوع البرد اللي فاتوا دول كانوا يومين صعبين جدا، وانا بشرتي بتتأثر جدا بالبرد ومن النوع اللي بتكون جافة. بعد ما جربت الماسك ده لقيت الجلد الميت اللي في بشرتي اتشال خالص، الجفاف اتشال، بشرتي افتحت بطريقة غريبة. اقسم بالله العظيم يا جماعة اول مرة اشوف ماسك
يعمل نتيجة بالطريقة الخيالية دي من أول استخدام. أنا نفسي اتصدمت، والله اتصدمت، أقسم بالله العظيم اتصدمت من جمال الماسك ده، وفرحت في نفس الوقت وقلت إيه ده، أنا فكرت في حاجة ما كنتش عارفة هتجيب لي نتيجة حلوة ولا لأ، وكانت بجد النتيجة أسعدتني جدا، فتحت بشرتي، شالت الجلد الميت، نعمت بشرتي، فتحتها بطريقة جميلة، خلتها نضرة، كل ده من ربع ساعة بس حطيت فيها ماسك الشاي ده. اكتشفت ان فعلا الشاي مع الزبادي بجد ليه سحر 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 بجد، ومفعوله اكتر من رائع، والله العظيم يا جماعة انا مش عايزة اقول لكم اكتر مني، جربوه وهتدعولي بجد، هتدعولي، انا بقول لكم على الماسك ده بقلب جامد، والوصفة دي بقلب جامد، لاني جربتها من اول استخدام، فتحت بشرتي وخلتها نضرة وبيضة، وشالت كمان، وكمان الماسك ده هينفعكم جدا في الشتاء لأصحاب البشرة الجافة، بيعمل تقشير للبشرة، إزالة الجلد الميت من البشرة، تفتيح، إزالة التصبغات الجلدية. بصوا كوباية الشاي اللي انتوا بتشربوها دي وبتدلقوا التفل بتاعها، بجد الشاي اللي بيتفضل من كوباية الشاي ده كنز، مع معلقة من الزبادي، انسي اي مشاكل في البشرة، سواء بشرة غامقة، بشرة بهتانة، فيها هالات سودا كمان بيشيلها، البشرة الجافة، الجلد الميت، اي مشكلة في البشرة، والله العظيم يا جماعة انا نفسي اتفاجئت واتصدمت من جمال الماسك الجميل ده، عايزاكم تجربوه، وما تنسوش تدعموني وتقولولي النتيجة في كومنت حلو في لايك، وتدعموني بلايك جميل زيكم وكومنت حلو زيكم، يا رب تكون الماسك ده عجبكم، انا مبسوطة جدا جدا بيه علشان فادني، وكمان حبيت اعمل فيديو علشان كل حبايب قلبي يستفادوا من الماسك ده، وداعا لجميع مشاكل البشرة، مش هنرمي تفل الشاي تاني، مش هنرمي الشاي الباقي من الكوباية تاني، ومعلقة كمان من الزبادي، انسي مشاكل البشرة، استنوني فكرة جديدة ووصفة جديدة، اشوفكم على خير، ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.